عمو اللي ماشي هناك كتابة فيب. طيب قديم ولا جديد؟ ايا كان، عموما تعالى بقى اسمع الكلمتين دول عشان دول لاي حد، سواء فيبر قديم فيبر جديد. السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من اتش فيبنج. زي ما انا لسه قايل كده، الكلمتين اللي هيتقالوا في الفيديو دول يخصوا اي فيبر، سواء كان جديد كان قديم، لسه هتشتري فيب، بتفيب بقالك سنين. نسمع الكلمتين دول، فكر فيهم بالعقل كده. مستقبل الفيب او الفيب رايح على فين؟ انا عن نفسي متوقع شوية ركود في الافكار، مش ركود في الصناعة. ازاي الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي حالا، ولكن خليني اسأل حضراتكم في الاول، ما هو الفيب؟ الفيب كيف؟ زيه زي السجاير، زي الشيشة، زي اي شيء بيديلك كيف، طبعا مع اختلاف طريقة التصنيع، آلية الشغل بتاعت الجهاز نفسه، مخاطر ده اضرار ده اكيد بتختلف، ولكن في الاول وفي الاخر خلونا نبقى متفقين ان الفيب كيف. انا باخد نفس، النفس ده مفروض ان هو بيدخل جسمي، دمي، دماغي، نيكوتين. السؤال اللي مفروض نسأله لنفسنا، هل احنا بنتعامل مع الفيب ده على انه كيف ولا لا؟ لو حضرتك بتدخن سجاير او بتدخن شيشة، ايه امكانية تطوير السجاير او الشيشة دي؟ طبعا في البداية حصلت تطورات ما بين سجاير لف، السجاير معمولة جاهزة في المصنع بفلتر، من غير فلتر، احمر، ابيض، ازرق، كل الكلام ده جميل. بالنسبة للشيشة، انواع معسل كتير اللي بيتحط عليه فويل، اللي ما بيتحطش عليه، فواكه، فليفرز. ولكن لو جينا نفكر شوية الموضوع وصل لفين، هنلاقي ان هو شبه توقف في الافكار. شركات السجاير اللي موجودة في السوق معروفة، شركات المعسل معروفة، الفليفرز معروفة، خلاص اصبح مفيش جديد. هل احنا دلوقتي بنشوف اي فكر جديد في السجاير؟ سيجارة بتولع لوحدها مثلا؟ مفيش الكلام ده، خلاص الفكرة هديت. اللي بيحصل في الفيب حاليا شبه اللي حصل في التبغ، سواء كان سجاير او معسل، وهو لسه دلوقتي في هوكته. الامكانية بتاعة التطوير تختلف شوية، لان انت لو كنت حبيت انك تاخد التدخين كشكل جنب الكيف، كنا بنشوف جراب لعلبة السجاير عليه زخارف، جلد مش جلد، ولاعة مش عارف عاملة ايه بتاع، ولكن كل ده مش تطوير في الكيف نفسه، ده تطوير في الشكل العام للكيف او في الاكسسوارز بتاعة الكيف. شيشة بتنور، شيشة بتزمر، ولاعة بتعمل موسيقى، فيها كشاف، خلصت تقريبا اغلب الافكار. بالنسبة للفيب بقى، هو حاليا في مرحلة رواجه، عمالين يطوروا، ولكن في الفترة اللي فاتت دي التطوير ده بدأ يقل. ازاي؟ حضرتك بتشرب دايركت لانج، معاك مد، معاك تانك. حضرتك بتشرب ماوث تو لانج، يا معاك مد وتانك برضو، يا معاك بود. طيب اشكال المدات بتتطور، الفيتشرز او الخصائص بتاعتها بتتطور، ولكن احنا وصلنا لمرحلة ان هي بدأت شبه تقف، مفيش افكار جديدة بتتحط، شوية جلد من بره، شوية بلاستيك، حاجات بتلمع، حاجات ضد المية، مش عارف، كلام بسيط. طب بالنسبة للاتومايزرز بقى، او للتنكات او للبودات، بدأ يبقى فيه برضو شوية تطوير ما بين سلك السيراميك لقطن المش عارف ايه، ولكن برضو الكلام بدأ يهدى. وصولا انه على حد فهمي المتواضع، او على حد تفكيري توقعاتي للفترة اللي جاية، ما اعتقدش بالنسبة للتنكات هيبقى فيها تطوير اكتر من كده. هيعمل ايه طيب؟ هيخترع لك تنك ولا بود عامل ازاي؟ المدات انا شايف ان هي بدأت توصل لاخر التطوير، لانه اكتر من كده هتبوخ. طب هتجيب لي افكار عاملة ازاي؟ مد بالبلوتوث مثلا، في بلوتوث شفناها في اللان او في الحاجات دي، كان في بلوتوث وتقدر بابليكيشن على الموبايل انك تتحكم فيه. الاس اكس ميني كان فيه برضو نفس الحكاية، شاشة الوان. هتعمل لي ايه اكتر من كده؟ هتحط لي كاميرا في المد؟ يعني انا بعد كده ان شاء الله مفروض اشتري مد بكاميرا. طب بيشغل ام بي 3؟ شفنا ويزمك برضو عملوا مدات بتشغل ام بي 3، ولكن انا مش شايف ان هيبقى في تطوير جوهري. طب مد بيتشحن وايرلس؟ ممكن يخترعوا لنا مد بيتشحن وايرلس عادي، ولكن برضو انت بتلعب في حته ايه؟ بتلعب في حته الشكل، الديكور اللي بره.
عايز اوصل لايه بالكلام ده؟ عايز اوصل ان لو حضرتك سواء كنت فيبر جديد لسه هتبقى فيبر او فيبر قديم، حاول ان انت تاخد كيفك من الفيب. انا في الاول وفي الاخر انا واحد من الناس بحكم بقى ريفيو بتاعه والكلام ده، ممكن يكون عندي اكتر من جهاز اكتر من ليكويد، ولكن في الاول وفي الاخر هو ده الفيب. خدت النفس بتاعي، خدت النيكوتين بتاعي، شكرا، القصة خلصت معايا على كده. بالنسبة للليكويد برضو احنا في مرحلة التطوير، الفليفرز اكتر من فليفرات الشيشة بكتير نتيجة اختلاف طبيعة تكوين الليكويد اللي بيتصنع بتاع الفيب، ممكن تشكل في الفليفرز اكتر من كده، تلعب في مستويات النيكوتين. عايز اقول لحضراتكم من الاخر انك لو بتشتري فيب النهاردة حاول تشتري فيب يديلك كيفك. مش معقولة كمية الأسئلة اللي احنا بنشوفها على الصفحات وعلى الجروبات، طب أجيب ده ولا ده؟ طب أجيب ده ولا ده؟ طب أعمل إيه؟ طب أشتري إيه؟ طب أنت متخيل الفرق هيكون إيه؟ الرد اللي هيجي لك هيكون بناء على إيه؟ بناء على إن واحد جرب حاجة وعجبته، أو بناء على واحد جرب حاجة وما عجبتهوش. ما عجبتهوش ده ممكن يكون نتيجة عيب في المنتج نفسه، أو ممكن يكون هو ما عرفش يستخدمه. واحد ما بيعرفش يسوق كويس، جاب عربية غالية دخل بيها في تريلا، خلصت راحت منه العربية على كده، هل معنى كده ان العربية وحشة؟ لا طبعا، حدش يقدر يقول ان العربية دي كانت وحشة، ولكن هو تجربته معاها اصبحت كده. فاللي عايز اقوله ان حضرتك خد كيفك من الفيب، اشتري الفيب اللي يدي لك غرضك، اللي يدي لك كيفك. ولكن فيما يتعلق بالاسئلة الكتير، بالمنتجات الكتير، بالتطوير، هو مفهوش تطوير، هو في تغيير. انت النهاردة لابس قميص بني، بكرة عايز تلبس قميص اسود، بعده عايز تلبس قميص ابيض، هو ده الفرق. انما في الاول وفي الاخر انت بتجيب قميص على مقاسك يغطيك، يدي لك شكل كويس تقدر انك تنزل بيه تروح شغلك او جامعتك او ايا كان ايه. طب هل احنا شغلنا هيقف؟ هل احنا دورنا هيقف؟ لا. ليه؟ لانه احنا دورنا زي ما انا قلت قبل كده في اكتر من فيديو، ان احنا حاجة من اتنين، يا اما ريفيور بيجيله الجهاز بيجربه بيقولك مميزاته وعيوبه من وجهة نظره، واكيد هيكون له تقييم، يا اما بروموتر واحد وظيفته ان هو يلمع لك الجهاز، ياخد له شوية شطات من هنا ومن هنا، يطلع لك ان الجهاز ده واو، انت هتشوفه هتحس ان هو فتاة احلامك من الاخر، مش هتنام الليل الا لو الجهاز ده كان معك. في الحالتين احنا شغالين، ولكن احنا شغالين على الجديد. انا لما بعمل ريفيو المنتج مش معناه ان انا بقول لك سيب الجهاز اللي في ايدك وتعالى اشتري ده، لا، انا بفرجك على ده. لو الجهاز اللي في ايدك انت زهقت منه، رميته، بعته، ضاع، اتسرق، اتخنقت، معاك ربنا يوسع عليك قرشين زيادة وعايز تشتري جهاز تاني، اوكي دي بتاعتك انت. حاسس ان في مميزات في جهاز افضل او هتدي لك غرضك اكتر من الجهاز اللي معاك، اوكي، ولكن مش هينفع ان احنا نفضل على طول مترقبين اللي هو جديد اللي لسه هينزل. الكلام ده مش هيوصل لأي حاجة، والمصيبة الأكبر بتكون في الشخص اللي لسه هيبدأ فيبينج. انت عايز تاخد الخطوة، احنا عايزينك تخلص، عايزينك تنجز عشان تسيب اللي انت بتولعها وبترميها دي. لو انت ربطت مبدأ شرائك للفيب بان انت مترقب الجديد واللي هيجي بعد منه جديد واللي هينزل بعد منه جديد، انت كده مش هتخلص. كل ما تشوف جهاز هتبدأ انك تنبهر بيه، هتفكر انك تشتريه، هتلاقي واحد جديد نزل بعديه، هتحس ان انت لا انا استنى لما اشوف ده. دي من ناحية. من ناحية تانية التجار. التجار متابعين الجديد، ولكن نتيجة الريستريكشنز او القيود اللي محطوطة على الفيب في الدول العربية عندنا منعاهم من ان هم يوفروا كل ما هو جديد، فبالتالي هم برضو حصرينك في مجموعة منتجات معينة. مش عيب، خلاص ده امر الله، مش في ايدينا حاجة نعملها يعني، بس اشتري، اشتري حاجة تكون موجودة في البلد اللي انت فيها، مش هتبعت تجيبها من برة ويا عالم وصلت ولا لا، الجمارك قفشتها ولا لا، اشتري حاجة قطع غيارها متوفرة حواليك، في ناس بتعمل لها صيانة، في ناس بتصلحها، اشتري حاجة سعرها يكون مناسب
لميزانيتك، معاك تمنها. لو هتشتري حاجة مثلا ببودات او بكويلات جاهزة هترميها وهتركب غيرها، حاول انك تشتري المنتج اللي حاجته متوفرة في البلد اللي انت فيها. ما تربطش دماغك بالجهاز اللي كان في ايد الريفيور الفلاني ولا الجهاز اللي انا شفته على الويب سايت الفلاني، لان الحاجات دي عبال ما توصلك هيكون فيها مجهود. انا لما بعمل ريفيو الحاجة بتبدا الاسئله بتجيني، طب هل هو متوفر في مصر؟ طب هو سعره كام؟ يا جماعه والله انا في حاجات انا بعمل لها ريفيو بتكون لسه هي اصلا مش متوفره بره مصر. يعني احنا داخلين على دراج اكس ودراج اس، انا الجهاز معايا وحطيت صوره صغيره بس كده خطفة على الانستجرام والفيسبوك، لقيت الشركه بعتلي بيقولوا لي شيلها، لان احنا الكامبين بتاعنا المفروض يبدا يوم 14. فالجهاز موجود معايا دلوقتي وهو اصلا مش بيتباع لسه في اي حته في السوق. لو انا عملت الريفيو بتاعه وحطيته يوم 14 مايو هبدا الاقي نفس الاسئله، هو متوفر في مصر؟ طب هو متوفر عند مين في السعوديه؟ هو مش متوفر اصلا، هو جالنا وده دورنا ان احنا نفرجك عليه. وقت ما يكون متوفر وحضرتك حابب انك تشتريه ده شيء يرجع لك، ولكن ما تربطش دماغك بيه. وزي ما قلت في فرق ما بين ان واحد جاب علبة سجاير من ام شيلن معاها علبة كبريت من ام شيلن ولعها خد النفس بتاعه خد غرضه، وفي فرق ما بين واحد حابب انه يروح يشتري كفر جلد لعلبة السجاير بقد كده، هيروح يشتري ولاعة اسمها مش عارف ايه بقد كده. في الحالتين انت هتاخد كيفك، ولكن انت بتحب انك تشيك تزخرف تطور. زي بالظبط ما واحد بيشتري شيشة ذهب، هو حر، هي في الاول وفي الاخر شيشة، هتكركر هتاخد المعسل الفحم المية بقت شيشة. فنخلي بالنا شوية من الموضوع ده، ما نحطش أمال وطموحات كبيرة على مستقبل الفيب في الفترة اللي جاية دي، لأني أنا مش شايف إن هو هيكون فيه اختراعات واو، مش هيكون فيه الطفرة اللي احنا متخيلينها، لأن هم تقريبا لغاية دلوقتي ما سابوش حاجة ما عملوهاش، كانوا ماشيين بخطوات سريعة جدا في التطوير في ابتكار أفكار جديدة. فما أعتقدش هيكون فيه الحاجات الخزعبلية قوي في الفترة اللي جاية دي. انت بتفيب عشان خاطر تاخد كيفك وتاخد معاه شوية حلاوة فليفر حلو كده وشياكة والدنيا تمام، تاخد معاه شوية منجهة شكل وده مش عارف جميل اوكي، ولكن خد كيفك وشكرا، مش مطلوب اكتر من كده. لم ايدك في المصاريف شوية، ابدأ دلوقتي لو انت مش فيبر عشان نخلص منك من قصة التدخين ايا كان انت بتدخن ايه. دي مجرد افكار حبيت اني انا اشاركها مع حضراتكم، وخصوصا ان انا شايف ان ده هو اللي هيحصل الفترة اللي جاية. الشركات اللي هتحب تطور هتحاول ان هي تطور في حاجات فيستيك، في شكل، في جلد، في تطريز، في مش عارف ايه، ما اعتقدش هيكون في اكتر من كده. بشكركم واتمنى ان حضراتكم تشاركوني رأيكم في الكلام اللي بيتقال ده في الكومنتس، وحتى نلتقي في فيديو آخر، ويلا نلحق نفسنا.